بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كتاب قواعد العقائد للإمام أبي حامد الغزالي نفعنا الله وإياكم بعلومه وعلوم سائر الصالحين بالدارين آمين، إلى أن قال: الوجه الثالث ومستنده الشك ومعناه: أنا مؤمن حقا إن شاء الله، إذ قال الله تعالى لقوم مخصوصين بأعيانهم: أولئك هم المؤمنون حقا، فانقسموا إلى قسمين، ويرجح هذا إلى الشك في كمال الإيمان، ويرجع هذا إلى الشك في كمال الإيمان لا في أصله، وكل إنسان شاك في كمال إيمانه، وذلك ليس بكفر، والشك في كمال الإيمان حق من وجهين: أحدهما من حيث أن النفاق يزيل كمال الإيمان، وهو خفي ولا يتحقق البراءة منه، ولا تتحقق البراءة منه، والثاني أنه يكمل بأعمال الطاعات ولا يدرى وجودها على الكمال. أما العمل فقد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فيكون الشك في هذا الصدق، وكذلك قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فشرط 20 وصفا كالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد. ثم قال تعالى: أولئك الذين صدقوا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الآية. وقال تعالى: هم درجات عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان عريان ولباسه التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا ما يدل على ارتباط كمال الإيمان بالأعمال، وأما ارتباطه بالبراءة عن النفاق والشرك الخفي فقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه، فهو منافق خالص، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي بعض الروايات: وإذا عاهد غدر. وفي حديث أبي سعيد الخدري: القلوب أربعة: قلب أجرد وفيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب، ومثل النفاق فيه ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد، فأي المادتين غلب عليه حكم له بها. وفي لفظ آخر: غلبت عليه ذهبت به. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. وفي حديث آخر: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاء. وقال حذيفة رضي الله عنه: كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا إلى أن يموت، وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم 10 مرات. وقال بعض العلماء: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه بريء منه. وقال حذيفة: المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذاك يخفونه وهم اليوم يظهرونه. وهذا النفاق يضاد صدق الإيمان وكماله، وهو خفي، وأبعد الناس منه من يتخوفه، وأقربهم منه من يرى أنه بريء منه. فقد قيل للحسن البصري: يقولون لا نفاق اليوم، قال: يا أخي، لو هلك المنافقون لو استوحشتهم في الطريق. وقال هو أو غيره: لو نبت للمنافقين أذناب ما قدرنا أن نطأ على الأرض.
وسمع ابن عمر رجلا يتعرض للحجاج فقال: أرأيت لو كان حاضرا يسمع أكنت تتكلم فيه أتتكلم فيه؟ فقال: لا. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان ذا لسانين في الدنيا جعله الله ذا لسانين في الآخرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقيل للحسن: إن قوما يقولون إنا لا نخاف النفاق، فقال: والله لأن أكون أعلم أني بريء من النفاق أحب إلي من طلاع الأرض ذهبا. وقال الحسن: إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج. وقال رجل لحذيفة رضي الله عنه: إني أخاف أن أكون منافقا، فقال: لو كنت منافقا ما خفت النفاق، إن المنافق قد أمن من النفاق. وقال أبي بن أبي مليكة: أدركت 30 و100 وفي رواية 500 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخافون النفاق. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في جماعة من أصحابه فذكروا رجلا وأكثروا الثناء عليه، فبينهما هم كذلك اطلع عليهم الرجل ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوء وقد علق نعله بيده وبين عينيه أثر السجود، فقالوا: يا رسول الله، هو هذا الرجل الذي وصفناه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرى على وجهه سفعة من الشيطان. فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: نشدك الله، هل حدثتك نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ فقال: اللهم نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أستغفرك لما علمت ولما لم أعلم. فقيل له: أتخاف يا رسول الله؟ فقال: وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. يقلبها كيف شاء. وقد قال سبحانه: وبذا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قيل في التفسير: عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فكانت في كفة السيئات. وقال سري القسطي: سقطي، لو أن إنسانا دخل إلى بستان فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الأطيار فخاطبه كل طير منها بلغة فقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرا في يدها. فهذه الأخبار والآثار تعرفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي، وأنه لا يؤمن منه. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر من في المنافقين. وقال أبو سليمان الدارني: سمعت من بعض الأمراء شيئا فأردت أن أنكره، فخفت أن يؤمر بقتلي ولم أخف من الموت، ولكن خشيت أن يعرض لقلبي التزين للخلق عند خروج روحي فكففت. وهذا من النفاق الذي يضاد حقيقة الإيمان وصدقه وكماله وصفاؤه لا أصل. فالنفاق نفاقان: أحدهما يخرج من الدين ويلحق بالكافرين ويسلك في زمرة المخلدين في النار، والثاني يفضي بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ويحط في عن رتبة الصديقين، وذلك مشكوك فيه. فلذلك حسن فيه الاستثناء. وأصل هذا النفاق تفاوت السر والعلانية والأمن من مكر الله والعجب وأمور أخرى لا يخلو عنها إلا الصديقون. الحمد لله منقى القلوب لمن شاء تنقية تليق بعلمه الظاهر والخفاء،
وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى وحبيبه المنتقى الأصفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم وأحبهم واتبعهم واقتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة الشرفاء الحنفاء وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد ذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى معنى الاستثناء في الإيمان وأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وذكر وجهين أولين لا ارتباط لهما إلى الشك ولا مستند فيهما إلى الشك، وإنما أن يذكر ذلك إما على وجه أن يحترز من تزكية نفسه ومدحها والثناء عليها، واحد، والثاني أن يذكر ذلك للأدب مع الله تبارك وتعالى والتبرك بذكر اسمه سبحانه وتعالى. ثم بقي وجهان يذكرهما، فهذا هو الوجه الثالث الذي قرانا فقراته، يقول يرجع إلى الشك لا في أصل الإيمان ولكن في كمال الإيمان والتحقق بحقائقه والارتقاء في درجاته، فإن الحق تبارك وتعالى وصف بعض المؤمنين بأوصاف سامية وقال أولئك هم المؤمنون حقا، فدل على أن من المؤمنين من يصل إلى درجة التحقق بالإيمان فهم المؤمنون حقا، ومنهم مؤمنون لا يصلون هذه الدرجة ولا يعتلون هذه الرتبة. فمثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فيقول يرجع هذا إلى الشك في كمال الإيمان لا في أصله، وكل مؤمن على قدر إيمانه يشك في كمال إيمانه، وهذا ليس بكفر، بل الشك في كمال الإيمان قال حقون من وجهين اثنين. الوجه الأول أن النفاق وهو خفي العملي، النفاق العملي الذي لا يتصل بأصل الإيمان ولكن بالتحقق بحقائق الإيمان، فهذا النفاق خفي لا تتحقق البراءة منه، نجانا الله وصفانا وطهرنا منه إنه أكرم الأكرمين. والثاني أن كمال الإيمان باستيعاب مقتضاه من الأعمال الصالحات وأنواع الطاعات، وهذه لا يدرى وجودها على الكمال في حق كل إنسان. واستدل بآيات يقول الله فيها في ذكر العمل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالشك إذن راجع إلى بلوغ هذه الرتبة في الصدق لا إلى أصل الإيمان بالله وما جاء عنه وبرسوله وما جاء عنه وبالآخرة وبالقيامة وبالحشر والحساب والميزان والجنة والنار، لا يشك في ذلك، ولكن يشك في تحققه بحقائق المؤمنين هذه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. 20 وصف. أولئك الذين صدقوا. هؤلاء من لم يجمع هذه الأوصاف ما دخل في الذين صدقوا. ومنها ما مرجعه إلى صحة المعتقد، مثل من آمن باليوم الآخر والملائكة والكتابين والنبيين. منها ما يرجع إلى حسن المعاشرة والمعاملة، وآتى المال الحب وآتى المساكين ومن سبيل وسيلهم في الرقاب. منها ما يرجع إلى تزكية النفس، وأقام الصلاة وآتى الزكاة الموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فاستوعب هذا كله ما يتعلق بحسن المعتقد، وما يتعلق بحسن المعاشرة، وما يتعلق برياضة النفس. بعدين أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك قال الله في ذكر الدرجات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهم متفاوتون درجة فوق درجة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، كلهم مؤمنون، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ولكن فرق بين هؤلاء وهؤلاء، هم درجات عند الله. فمؤمنون وصفهم الله بقوله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومؤمنون وصفهم بقوله ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فرق بين هؤلاء وهؤلاء. وإن شملهم وصف الإيمان كلهم. ومؤمنون إذا ذكر الله وجدوا بهم وتمايت وزادتهم إيمانا. ومؤمنون قال لهم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف، وإن شملهم الإيمان، فرق بين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فإذن هي مراتب. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أتمنى من الله يبلغني المراتب العلا في الإيمان ويحققني بحقائق الإيمان، فهذا معنى الاستثناء في قوله إن شاء الله. ويقول أنه جاء في الحديث موقوفا ومرفوعا: الإيمان عريان، لباسه التقوى، فمن لم يتق الله تبارك وتعالى فإيمانه عارين، لا لباس له، وهذا نقص واضح في الإيمان في الإنسان، كما أنه نقص في الإنسان الذي ماله ثياب، فكذلك إيمان عريان كذلك ناقص. إنما حليته كسوته التقوى، وحليته الورع، وثمرته العلم. الإيمان عريان، ولباسه التقوى، حليته الورع، وثمرته العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلاها لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان. بل جاء في حديث أن الإيمان والحياء في قرن، يعني مقترن بعضهم ببعض، فإذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. إذا ذهب الإيمان ذهب الحياء، وإذا ذهب الحياء ذهب الإيمان. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكلما قوي الإيمان استحيا المؤمن من ربه، استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: كلنا يستحي من الله يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. فالإيمان درجات كبيرة، وتحقق بحقائق فيه عظيمة، يجب أن نطلب الرقية إليها والاعتلاء إلى مراقيها. الله لا يحرمنا الارتقاء في درجات الإيمان. فمن آثار الإيمان في العمل إماطة الأذى عن الطريق، وعدها النبي أدنى شعب الإيمان، وأعلاها لا إله إلا الله. ولذا كان كثير من الأخيار لا يمر على أذى في طريق المسلمين إلا رفعه وقال لا إله إلا الله، للجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناه، فيجمع بين أعلى شعب الإيمان وأدناه، يقول لا إله إلا الله ويرفع الأذى عن الطريق، أعلاها لا إله إلا الله
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والله يحققنا بحقائق لا إله إلا الله. فإن الخلوص إلى مراتب الولاية كلها والارتقاء إلى مراتب الصديقية دائر على التحقق بحقيقة لا إله إلا الله. وبها كشف الله الحجب، وبها رفع الله الرتب، وبها فتح الجنة، وبها كتب المرافقة، وبها مكن أرباب المعجزات والكرامات من خوارق العادات بسر التحقق بلا إله إلا الله. والله يحققنا بحقائقها ويجعلنا عنده من خواص أهلها. هذا يدل على ارتباط كمال الإيمان بالأعمال. وهل قام بالأعمال في الشعب كلها؟ 70 باب، 70 شعبة، مثل ما قال في الرياء، مثل ما قال في الربا، أن الربا 70 و60 شعبة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، وإن أدنى أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله تعالى. وأما ارتباطه بالبراء عن النفاق والشرك الخفيف، يقول صلى الله عليه وسلم: 40 من كن فيه فهو منافق خالص، أي في العمل، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، ففضل وزعم أنه مسلم، ومن كان فيه خصلة منه كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. من إذا حدث كذب لا يبالي بأن يكذب، هذا شعبة من النفاق خبيثة، التساهل بالكذب أي كذب كان خطر. فالذين عودوا أنفسهم ذلك هم على حافة النفاق واقفين، فيوشك أن ينتزع الإيمان من صدورهم والعياذ بالله. والكذب يسود الوجه في الدنيا والآخرة. من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، يصلح مواعيد، مواعيد ونيته ما يقوم بها، يقول بقى فالله يوعد بس يمشي نفسه ويروح يكذب، فخلاف الوعد باب من أبواب النفاق. وإذا أتمنى على سر، على مال، على وديعة، على شهادة، خان نحاول أقول بالله، إذا خاصم نازع أحد فجار، لم يبالي بادعاء ما ليس له وبرد الحق وبتزويري وبالبطل يفجر. وإذا عاهد غدار، وهذا راجع أيضا إلى إذا وعد خلف، الغدر في المعاهدات والإخلاف في الوعد كلها علامات النفاق، وقد جاء ذكر هذه الأربع مفرقا بين الروايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ففيها بعضها ذكر 3: من إذا حدث كذب، وإذا وعد خلف، وإذا تمنى خان. والزيادة بعد ذلك راجع إلى الخصام في الفجور في الخصام والغدر في المعاهدة، فيتجمع من مجموع الروايات في الصحيحين 5 خصال من علامات النفاق أجارنا الله منها وطهرنا. فيحذر المؤمن، وقد كان كثير من صالح الأمة يمتنع عن أن يعد، ومهما أراد أن يفعل فيجعل فعله ابتداء من دون وعد سابق، وهكذا حتى يخافوا على أنفسهم أن يقولوا لصبيانهم: أشتري لك كذا وأتي لك بكذا، فيرون أن هذا قد يكون وعدا لا ينتبهون منه فيخلفونه، فيكون على شعبة من النفاق. فإذا أراد أن يتحدث مع الطفل قال: كيف ترى لو جينا لك بكذا أو لو اشترينا لك كذا، فلا يقول أشتري ولا آتي لك بكذا، خشية من أن يدخل في إخلاف الوعد إذا تأخر عن أداء
الذي وعد به. وهكذا يقول: وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: القلوب أربعة، قلوب العباد، قلب أجرد خالص صافي فيه سراج يزهر، سراج الإيمان لا إله إلا الله، ذلك قلب المؤمن. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واليقين والمعرفة والمحبة والحضور الدائم معك. وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق. فمثل الإيمان في مثل البقلة يمدها الماء العذب، مثل النفاق مثل قرحة يمدها القيح والصديق. فأي المادتين غلب عليه حكم له بها. وقلب منكوس، قلب الكافر، فإذا غلبت عليه مادة النفاق انتزع الإيمان من قلبه ومات منافقا والعياذ بالله على غير الملة. وإن غلبت عليه مادة الإيمان تاب عن منافقته وعن أعماله السيئة وصدق مع ربه فمات على الإيمان. ويذكر أيضا الحديث: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، يعني أصحاب العلم فيها منتمين إلى العلم، فيتعلمون العلم لأن فيه تهمة عنهم ويقابلون ذا وذاك وليضحكوا على ذا وعلى ذا وليمشوا أمورهم كما يريدون، وعندهم في قلوبهم نفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى، و تبختر وتبجح بالعلم على غير إخلاص وخشية من الله جل جلاله. الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاء. إذا مشت نملة على حجرها فين محل الأثر حقها المشي؟ تشوف هات لكم كبر تشوف ما تشوف. قال: النفاق أخفى من هذا. الله يطهرنا من النفاق. الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفاء، وهو هذا هو الشرك الخفي الذي هو الرياء. سيدنا حذيفة بن اليمان أمين سر صلى الله عليه وسلم على المنافقين، وكان يخصه بهذا العلم ويعلم به المنافقين ويعلم به صفاتهم ويعلم به أعيانهم الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان الرجل يتكلم بالكلمة على عهد صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا إلى أن يموت، وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم 10 مرات، نعوذ بالله من غضب الله. ما تبين كذا هكذا. ذكر أنه رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: كلمة تدرونها خفيفة يعد بها الرجل منافقا إلى أن يموت، وأسمعها اليوم من أحدكم في اليوم 4 مرات في اليوم 10 مرات والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذا أيضا نقل عنه بعد أنه قال: المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أشد وفي رواية أعظم. فكانوا إذاك يخفونه وهم اليوم يظهرون، يعني ما عاد يستحون من بعض الكلام، كانوا مع نفاقهم ما يقدر يرد كلام الإيمان وكلام النبوة، الحين يعاد وهو مع المؤمنين يقول كيف هذا وكيف، يعني صار يظهر نفاقه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: أقرب الناس من النفاق من يرى أنه بريء من النفاق. كل من يتصور ويتوهم أنه بريء من النفاق فهو أقرب إلى النفاق، فإنه بقدر الإيمان تخاف النفاق، بقدر الإيمان تتطهر من دقائق وخفايا النفاق وتخاف النفاق، كما يأتي معنا في كلام سيدنا عمر: قوة إيمانه يخاف أنه من المنافقين. وأقرب الناس من النفاق من يرى أنه بريء منه لا إله إلا الله. يقول: هذا الذي يضاد صدق الإيمان وكماله وخفي ولا يضاد أصل الإيمان.
قالوا للحسن البصري يقولون أن الأنفاق اليوم إلا كان على عهد النبي. قال يا أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطريق، ما بتحصل حد، بتحصل الطرق فاضية خالية إلا ملانة. والمقصود أهل النفاق هذا العملي، ما لأنه أدرك من الصحابة من أدرك على الخوف والخشية والورع والتقوى، يقول لو رأيتموهم لقلتم مجانين، كنا نعد في جنبهم لصوصا. يقول لو رأوا خياركم لقالوا ما يؤمن، لقالوا ما لهؤلاء في الآخرة من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. فهو يقول أن أهل هذا المستوى قلوا، فدخل النفاق العملي لعامة الناس. فلو هلك المنافقون الطرق البصرة ما عاد حد فيها بتحصل مشابه، بتحصلها خفيفة، لاستوحشتم في الطرق. ويقول إذن لو نبت للمنافقين أذناب ما قدرنا نطاء الأرض، بيملون الشوارع بأذنابهم. لا إله إلا الله. وسمع ابن عمر رجلا يتعرض للحجاج، يسب الحجاج يتكلم عليه، قال أرأيت لو كان حاضرا يسمع أكنت تتكلم هذا الكلام بي؟ قال لا. قال كنا نعد هذا نفاقنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجينا عندنا تصلح كل مان وقدامه يا سيدي يا إمام يا كذاب، روح انصحه وتكلم في غيبته في حضوره سواء. وكنا نعد هذا الأسلوب نفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ما يكونون على وجوه ولا قدام الإنسان شيء وخلفه شيء آخر. وقال من كان، يقول صلى الله عليه وسلم، من كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله ذا لسانين في الآخرة لسانين من نار. تقول من ذو الوجه، شر الناس ذو الوجهين، يأتي يوم القيامة له وجهان من نار ولسانان من نار. يقول هذا هنا كلام وهنا كلام ثاني، قدامه كلام وخلفه كلام ثاني، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، شر الناس ذو الوجهين. فيكون الإنسان صاحب مبدأ، والمؤمن ما يقع، يقر كل من الأطراف المتنازعة على ما هو عليه ظلم وتطاول على حق الغير، يقول أنت على الحق، هذاك يرجح للثاني يقول أنت على الحق، هذاك فعله. ما أنت داري أن قولك مكتوب وأنك مسؤول عنه؟ قالوا لسيدنا الحسن إذا من قوم يقولون إنا لا نخاف النفاق، قال والله لا أن أكون أعلم أني بريء من النفاق، أحب إلي من تلاع الأرض ذهبا. تلاع الأرض جمع تلعة، ما ارتفع وما انخفض من الأرض، قال له تلعة ما ارتفع منها وما انخفض. قال لو تمتلي لي تلاع الأرض ذهب أحب إلي منها أن أعلم أني بريء من النفاق، يعني أنا أتهم نفسي بالنفاق. هذا الحسن البصري عليه رحمة الله من سادة التابعين، لا إله إلا الله. فأقرب النفاق الناس من النفاق من ظن أنه بريء منه. ويقول أيضا إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والمدخل والمخرج. ومن الذي يكون في السر كالعلانية؟ وأول قدم يضعها السائر في طريق الله استواء السريرة والعلانية. وواحد يقول لسيدنا حذيفة أخاف أن أكون منافقا، قال لو كنت منافقا ما خفت النفاق، إن المنافق قد أمن من النفاق. كذلك المرائي ما يخاف الرياء، المخلص يخاف الرياء، المنافق ما يخشى من الرياء ولا يرى نفسه مرائي. كذلك المؤمن يخشى النفاق، والمنافق ما يخاف النفاق ولا يرى نفسه منافق. فخوف الصادق من النفاق دليل الإيمان. ولذا ذكر لنا ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 ومن هذا في الرواية، وفي رواية 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق. هذه تربية حبيب الخلاق، ملا قلوبهم بالإيمان فخافوا النفاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل عن صحيح البخاري
يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، كما ترى في الدعاء أرباب الزيغ والضلال والبدعة دائما يرون ينسبون أنفسهم إلى الإيمان وقوة الإيمان وأنهم مؤمنين ويرون أنهم بريئين من النفاق وأن النفاق على غيرهم والعياذ بالله. يقول وكان صلى الله عليه وسلم جالس في جماعة من أصحابه، ذكروا رجل أكثر الثناء عليه صالح طائع العابد، بينما هم كذلك طلع الرجل وجهه يقطر من أثر الوضوء، علق نعله بيده بين عينيه أثر السجود، قال يا رسول الله هذا هو الرجل، وهذا الرجل الذي وصفناه، قال صلى الله عليه وسلم رأى على وجهه سفعة من الشيطان، سفعة علامة سوداء من الضرب، سفعة من الشيطان. فجاء ودخل وسلم على النبي، جلس مع القوم، قال له صلى الله عليه وسلم نشدتك الله، هل حدثت نفسك حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟ قال اللهم نعم، قال فقد رأيتها على وجهك سفعة من الشيطان، أنت ظن أنك خير أهل المجلس، الله يقينا من سفعات إبليس، يضحك عليك ويحبط عملك بكلام فارغ كاذب، ولو كنت من خيرهم لكنت من أعظمهم تواضعا ومن أشهدهم للضعف والعجز والتقصير، لو كنت من خيرهم لكنت كذلك، أما أن ترى لك الفضل عليهم فهذا دليل أنك من شرهم، من شر أهل المجلس. الله لا إله إلا الله. وقد كان يقول بعض العارفين من التابعين وتابع التابعين يقول لو نادى المنادي ليقوم شركم بالمجلس لم يسبقني إلا من كان عنده علي فضل قوة ومشهد فقط، إلا يعني أنا قدنا موطن نفسي على ذلك، أي مجلس أنا شرهم فيه، لو حد قال يقول شركم أنا اللي بأسبقكم. وهكذا ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة الرحمن، وهذا ضرورة لكل من عرف الله، قال وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. بل قال له الله قل لهم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قال سبحانه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، والأعمال كانوا يظنونها حسنات طلعت سيئات بسبب المراءة وبسبب العجب وبسبب الكبر والعياذ بالله. يقول سيدنا سريسة وأن إنسان دخل إلى بستان فيه من جميع الأشجار عليها من جميع الأطيار، خاطب كل طير بلغة، قال السلام عليك ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك ورأى أنه بريء من النفاق ومن هذا، كان أسيرا في يديها، مأسور مقطوع في الطريق، مغرور غير صادق مع الله. ولذا جاء في بعض وصف بعض علمائنا ورجالنا يقول لو خاطبته الأحجار والأشجار من حواليه يا ولي الله لم يركن إلى شيء من ذلك، ما صدق. وذا الحين ما خاطبته الأحجار ولا أشجار إلا نفسه والشيطان، قالوا له أنت ولي؟ قال نعم. كبير؟ قال نعم كبير. مصدقها؟ من قال لك؟ نفسه والشيطان، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سيدنا الحداد من خطر ذا الخاطر قل لكم توضوا صلي ركعتين ونم، فإن خطر لك خاطر في الصلاة غير الصلاة فأنت كذاب، ما وصلت الولاية فرصة، وإن رأيت مرأي مخربطكم أنت كذاب، ما هذا شأن الصالحين؟ الصالحين ما يخطر لهم في الصلاة غير ربهم، ولا يلعب عليهم الشيطان في مناماتهم. فإذا حدثتك نفسك أنك من الصالحين الأولياء قمت وتصلي ركعتين، شوف نفسك كيف في الصلاة، نم، شوف نفسك كيف نم، تعرف نفسك. لا إله إلا الله، فلا أقل من الاعتراف، يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. وأما غفلة وبعد ودعوة فوقها والرياء وكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا قال تعرفك هذه
دقائق النفاق، خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخفي. كان سيدنا عمر بن الخطاب عنه يسأل سيدنا حذيفة: هل ذكرني صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ هل أنا منهم؟ شوف قوة إيمانه ويقينه وخشته على نفسه. وكان يسكت سيدنا حذيفة ويكرر عليه مرة بعد ثانية، فقال له: يا أمير المؤمنين، لست منهم، ولا أزكي بعدك على أحد، ولا أحد يكلمنا. هذا سر ما يمكن يفشأه، مع أنه بشر بالجنة وحلف له النبي: إيه أن يبنى الخطاب ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يخلي الطريق كلها لك، يروح يدور له طريق ثاني عدو الله إبليس، ومع ذلك يخاف على نفسه من النفاق. أبو سليمان الداراني يقول: سمت بعض الأمراء من بعض الأمراء شيء أردت أن أنكره، خفت أن يؤمر بقتلي، ما أخف من الموت لكن أن يعرض لقلبي التزين للخلق أنني قلت كلمة حق عند سلطان جائر، أنا عالم الصادق الصالح. قال نفسي هكذا تتزين ويقتلونها قدام الناس، قل أنا العالم اللي قلت الحق الصادق المخلص، فأموت على النفاق. لهذا خفت سكت، قال منه ولو وثقت من نفسي إنما بألتفت إلى الخلق بكلمه حتى يقتلنا، لكن خاف. ولهذا يقول بعض الصالحين: لو عرض علي حسن الخاتمة على باب المنزل الغرفة والشهادة عند باب الدار، قال لاخترت الموت عند باب الغرفة. لماذا؟ قال: من عند باب الغرفة إلى أن أصل باب الدار ما أدري ما يخطر لقلبي، ما دام هنا في ضمان حسن الخاتمة أحبس خلاص أخذها، الشهادة أريدها لكن أخاف أنها في الطريق هنا يتغير قلبي، والعاد هي شهادة ولا حسن خاتمة، هذا قاعد صورة فقط. يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا الله. لذا كان يقول الإمام الحداد أنه يخرج من بين أيدينا أو يذهب إلى بيته أو بلده أو يسافر أحد من المريدين عندنا، فيخوفنا عليه كخوف رجل على غنم له ذهبت في برية مليئة بالسباع والوحوش، كيف يخاف عليها؟ ويا مثبت ثبتنا. إذن فالنفاق كما ذكر النفاق يخرج من الدين والملة والحب الكافرين، وهذا النفاق في أصل الاعتقاد، النفاق في صفات الله وأسماء وآياته بالكفر بالله، والثاني يفضي بصاحبه النار مدة أو ينقص من درجات عليين وينحط عن المصدقين، هذا النفاق متفاوت وهو نفاق الأعمال والصفات والله أعلم. نتوجه إلى الرحمن أن يصفينا عن أدران النفاق كلها، وعن أعمال النفاق، وعن مقاصد النفاق، وعن نعوت أهل النفاق، وأن يخلقنا بأحسن الأخلاق ويرزقنا كمال الإيمان به، وأن يقلب قلوبنا في مرضاته وطاعاته، ويثبتنا على ما يحب على الدين القويم، ويصرف قلوبنا على طاعته. يا مقلب القلوب الأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد خير بريتك.